مساء الخير على حضراتكم. امبارح كنت قاعد مع بعض اصحابي على القهوة، وبالصدفة كانوا شغالين القناة اللي بتعرض البرنامج بتاع دكتور باسم يوسف. الأمور كانت ماشية كويس لغاية ما ابتدى البرنامج يظهر، وابتدينا نشوف الصورة بتتحرك فوق وتحت، وبعدين فجأة وقفت، وابتدى الكلام عن انه ده في حد بيشوش على البرنامج. جزء من الكلام انه ده في مؤامرة ما من جهة ما في الدولة عايزة توقف البرنامج وما تخليش الشعب المصري الشقيق يتفرج عليه. في ناس تانية بتقول لا والله ده القناة نفسها مش عارف بتعمل ايه علشان تزود مبيعاتها وكلام من هذا القبيل. الشباب على الفيسبوك بوك وتويتر دخلوا ابتدوا ينتقدوا ايه اللي عمل كده، باتجاه عند قطاع عند الاغلبية انه ده اكيد عمل مدبر من الدولة. بامانة ربنا انا ما اعرفش مين اللي كان بيشوش على البرنامج، ومش هدخل في تفاصيل مين، انما هدخل في تفاصيل ايه ده وليه ده بيحصل. تعالوا بس حضراتكم نرجع خطوه لورا كده ونقول ايه التوجه الاستراتيجي للبرنامج. السخريه السياسيه، برنامج دكتور باسم يوسف بيقع في اطار اللي الناس بيسموه بره بوليتيكال ساتاير، السخريه السياسيه. البعض بيرى انها مجرد متعه، يعني هي الحقيقه هي سخريه الاهم من السياسه، فبالتالي ممكن نسخر من الكوره نسخر من الفن، لكن المهم السخريه، المهم نضحك، المهم الناس تبتسم. زي ما معظمنا يتذكر الإشارات الذكية لكوميديانات كبار عن فشل الحكومة في الوفاء بعودها أو نزعتها للاستخفاف بعقول مواطنيها، على نحو ما شاهدنا في مسرحيات شهيرة زي تخاريف للأستاذ محمد صبحي أو الزعيم الأستاذ عادل إمام. في عالم اجتماع مهم اسمه إيميل دوركايم ليه مدرسة كده بتقول السخرية السياسية دي مهمة للنظام السياسي، نظام الحكم، لأنها بتخرج الطاقة السلبية المتراكمة ما بين المواطنين، بل هي بتعتبر من أدوات بقائه واستمراره أحيانا، بشرط ألا يتحول الكوميديانات أنفسهم إلى زعماء سياسيين. طالما أن هو كل دور أن هو بيضحك ويتريق أو الأخو، فالناس بتبقى طاقة الغضب اللي جواها بتطلع زي كده، ما أنا أبقى متغاظ وأخد الكوباية دي مدشدشة، وتلاقي كده حصل حاجة من الارتياح الداخلي. نفس المعنى، بل احيانا الدول يعني في بعض الدول بتشوف ان تحليل النكت والمسرحيات والقفشات ووالى اخره بيبقى مهم في نعرف هو الناس زعلانه من مين. هل هي زعلانه من رأس السلطه، الرئيس الملك الى اخره، من افراد السلطه، من رئيس الوزراء، من الوزراء بذاتهم، من محافظين الى اخره، لانه ده مؤشر ان الناس بتوجه طاقه الغضب بتاعها والسخريه من شخص او مجموعه اشخاص. بل اكتر من كده، في المجتمعات الاكثر ديمقراطية بيكون تحليل مضمون الكاريكاتير والمسلسلات والنكات من ادوات هذه النظم لفهم المسكوت عنه في عقول المواطنين. في حاجات الناس ما تعرفش تقولها صراحة، انما تقدر تقولها من خلال القفشات والنكات وتفاعلاتها دي. بس عايز اقول حاجة، كل اللي انا قلته ده قصة، واللي بيعمله البرنامج قصة اخرى. انا مش متابع يعني اسبوعي للبرنامج الحقيقة، لكن اللي شفته من حلقات بتقول لي انه البرنامج ده بيعمل حاجة جد جدا. البرنامج ده ربما من اكثر برامج مصر او التلفزيونات المصرية جدية، على عكس ما يحاول ان يروج ليه دكتور باسم يوسف من انه بيهزر. البرنامج ده مش هزار، البرنامج ده بيقوم بتشريح وتحليل جزء من فضائنا العام، سياسة واعلام. البرنامج بيختلف عن الكوميديا الساخرة في الافلام والمسرحيات او النكات لأسباب مختلفة هركز على واحد فيها. هو لا يختلق واقعا افتراضيا، هو يرصد بمهارة وليس بدقة بالضرورة التناقضات اللي بنعيشها. البرنامج لا يختلق شخصية زي شخصية الديكتاتور في مسرحية الزعيم، فتلاقي عادل إمام بيعمل إفيهات وحاجات زي كده، ولا شخصية الديكتاتور في مسرحية التخاريف. لا، هو بيجيب لك الديكتاتور شخصيا قدامك، شخص حقيقي وظيفته في منصب ما كذا، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، اي مكان، ومعاه الادلة والبراهين على ديكتاتوريته من كلامه وحركاته. البرنامج لا يختلق شخصية الانسان المنافق اللاهث وراء السلطة والمال، مثلما جاءت في بعض اعمال احسان عبد القدوس او وحيد حامد. لا، البرنامج بيجيب لك الشخص ده شخصيا، لك هو يجيب لك صورته، يجيب لك كلامه في مواقف مختلفة مع الادلة والبراهين بالصوت والصورة.
البرنامج بيبدأ وبيقول لك انه برنامج غير موضوعي وبرنامج متحيز، وده حقيقي البرنامج غير موضوعي ومتحيز، ما تكدبوش علينا. يعني هو لا يتيح الفرصة في نفس البرنامج لمن ينتقدهم ان يردوا على الانتقادات او يوضحوا سياقات ما قالوه، لانه احيانا ممكن يتقال كلام يفهم في سياق معين وتلاقيه كان منطقي جدا ساعتها. يعني انت لو صورت واحد هو بيقول لك الف الف مبروك وجبت المشهد كما لو انه بيعزي، طب الف مبروك في عزا ازاي؟ لكن انت لو عرفت ان هو الف مبروك كان بألف فرح، لا يبقى ده غير ده. فلو انت نزعت الكلام بره سياقه من السهل جدا انك انت تلبس واحد في الحيطه. ممكن جدا يكون بعض الناس اللي البرنامج بيسخر منهم عندهم اسباب جيده لتبنيهم بعض المواقف اللي تبنوها، لكننا لا نعرف ذلك داخل نفس البرنامج، لان الناس دي ما بتبقاش موجوده تتكلم. الناس دي بتتضرب وتمشي، هي قاعده في بيتها، واحد بيضحك عليهم. وبالتالي ده ما يجعلنا او يجعل واحد زيي يرى بعضا من مخاطر هذا البرنامج. هو برنامج غير موضوعي ده بجد، واي بوليتيكال ساتاير اي سخريه سياسيه هي فيها جزء غير موضوعي، بس هي المشكله ان هو برنامج غير موضوعي في سياق مجتمع اصلا غير موضوعي. يعني ما يزيد الامر صعوبه انه فعلا برنامج ناجح ومقدمه ماهر وفريق عمله شاطر ويخاطب قطاعا من الشباب المتحفز. بس السياق ده لو كان البرنامج ده معمول علشان يستفيد من تجربه امريكيه، فبقول ان المواطن الامريكي بحكم التعليم الثقافة واحترام القانون لما بيشوف برامج شبيهة بالبرنامج بتسخر بقى من الساسة والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة بيضحك. هو بيضحك لكنه عارف إن القانون أهم من القاضي، وبالتالي السخرية من القاضي مش سخرية من القانون، وإن الدولة أهم من الساسة، وإن السخرية من الساسة مش سخرية من الدولة، وإن المؤسسة أهم ممن يعملون فيها، وبالتالي السخرية من الأشخاص ما بتنتقصش من شرعية وأهمية المؤسسات. في حالتنا في معضله مش مرتبطه بالبرنامج، مرتبطه بالسياق. هو قال لك ان هو غير موضوعي، بس هو اصلا سياق مصر غير موضوعي. المزيد من النقد الساخر والمستحق في كثير من الاحيان. انا مش ضد النقد حتى لو ساخر، طبعا انا ضد الطريقه احيانا والالفاظ والايحاءات ما بتعجبنيش، انا طبيعه تفكيري محافظ شويه في الحاجات، لكن في كل الاحوال المزيد من النقد الساخر ده في السياق المصري ده حيث عمليا ما فيش ثوابت والكل بيشك في الكل، بيخلي عند قطاع من الشباب البرنامج مش برنامج غير موضوعي ومنحاز، لا ده عنوان للحقيقة عند قطاع كبير من الشباب، مش برنامج ساخر متحيز غير موضوعي كما يقول القائمون عليه، وهم الحقيقة عداهم العيب في ان هم يقولوا ده. انما هو المشكلة ان الناس مش هتفهم يعني ايه اصلا موضوع، ويعني ايه متحيز او غير متحيز، يعني ايه متوازن وغير متوازن. مشكلة ان ده بينعكس علينا، ان تبص تلاقي الناس يبتدي يشوف ده في سخرية من القائمين على الدولة يبقى كأنه عنده ما فيش دولة، في سخرية من القائمين على القانون يبقى احنا مش محتاجين قانون، رفض المؤسسات لانها من وجهة نظرهم مرتبطة بالقائمين عليها. هو ده معنى انك مش شخصا كل حاجة، ما انتش عارف تفصل ما بين المؤسسة والقائمين عليها. اوعى حد يفهم من كلامي بأي حال ان انا ضد البرنامج، بل على العكس أنا بدعو أن نأخذ هذا البرنامج بجدية أكثر، ولا نكتفي بتوجيه الشتائم والسباب لمقدمه أو لفريق عمله أو التعامل معاه على أنه جزء من مؤامرة على الشعب أو الدولة أو الكلام ده. دي البرنامج ده واللي بيتقال فيه رسالة احتجاج قوية من أهم قطاع في مصر، قطاع الشباب. قطاع الشباب ده اللي بقاله 3 سنين قدم الكثير ولم يكسب حتى القليل. انا بقول يعني دايما بقول شباب مصر عامل زي نيل مصر، ممكن يجي زي الفيضان يدمر الدنيا، لكن ممكن بشيء من العقلانيه نقدر نستفيد منه. باسم مش بيهزر ولا بيهزي ولا بيضيع وقت الناس ولا بيفشغل الشباب. باسم بيعمل حاجه من اكتر الحاجات الجاده في مصر، الموضوع مش هزار. وده اللي بينقلني الكلام المهم جدا عن الشباب. هذا الجيل، الناس اللي في سن 17 18 لغايه ما نوصل حاجه و30، مش هينفع معاه الشعارات الكبيره مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا والكلام ده، ولا الكلام العام عن التقشف والتضحيه او الجهاز اللي هيطلع لنا الكفته والحاجات دي. هذا الجيل عايز رؤيه، خطه تكون بها مصر زي الدنيا، لا ام الدنيا ولا حاجه خالص، زي الدنيا، زي ما بتشوفوا كده في على الانترنت ولا بتشوفوا في التلفزيون، شوارع فيها حد ادنى من نظافه، ما حد ادنى من تعليم، حد ادنى من رعايه صحيه الى اخره، هو ده المطلوب، ولا ام الدنيا ولا حاجه خالص ولا قد الدنيا، زي الدنيا، زي الدول المتقدمه في الدنيا.
عايز حاجة مقنعة، لأنه لن يقتنع بما هو غير مقنع. مش هينفع نضحك عليه. الجيل ده مش سامحوني زي الآباء والأجداد، لأنه كانت مصادر معلوماتنا واحدة ومحددة. اللي بيقولوا الرقيب بيعدي، مش هتمنع الفيلم يبقى محدش هيشوفه، مفيش حاجة اسمها كده دلوقتي خلاص. مصادر، بالعكس، ده انت كلما منعت كلما شوشت كلما شوشرت، انت بتدي حافز اكبر لهؤلاء الشباب ان يشك فيك ويدور على اللي انت منعه عنه، ممكن يكون فيه ماء المحاياه. الشباب ده عايز حد يخرج له ويكلمه بالعقل. وارد جدا ان الشباب ده يرفض منطق المتحدث، وهم مع العنف اللفظي اللي موجود في المجتمع ممكن يشتموا. ولكن على الاقل الشباب غالبا سيقدر ان احنا، ان في حد فينا حاول ان يتواصل معه حتى لو اختلف معه. ايا ما كانت الجهة اللي شوشت على البرنامج، المسألة اعقد من كده، لانه هو موجود على الانترنت وهيتعرض في اكتر من قناة تانية. اللي ما عندوش برنامج هو اللي عايز يشوشر على البرنامج، هو اللي عايز يوقف البرنامج. عشان كده بنقول انه علينا ان احنا ما ننخدعش بسهولة بفكرة انه هي بوظنا لهم ليلة الجمعة. طيب ما هو هيشوفوه في اي توقيت تاني. في مقولة قالها عزيز أباظة في واحدة من المسرحيات، بيقول فيها: ليس بالقمع تقتل الرأي، إن القمع يوليه، يعني يعطيه قوة وانتشارا. الكلام ده ينطبق على كل حاجة. الجيل ده عايز حد يقنعه بما هو مقنع. بعد الفاصل هيكون معانا فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو، وهم الدكتور إبراهيم الفيومي رئيس المشروع، والدكتور مهندس أحمد الشناوي، والدكتور عبد العال عطية، والباحثة رودينا ياسين، واللي هيجاوبوا لنا على مجموعة من التساؤلات. هل نهر الكونغو ده حلم؟ حلم مصر أم وهم جديد؟ كيف يقضي نهر الكونغو على خطورة الفقر المائي اللي بنواجهه في مصر؟ وهل فشلت الحكومة في حل أزمة سد النهضة خلاص، وبالتالي نعتبر إنه القضية حسمت فيما يتعلق بإثيوبيا، نيلنا الطبيعي، وبالتالي احنا بنبحث عن بديل لحفظ ماء وجهة أمام الشعب. تساؤلات كتيرة هنسألها لمجموعة من الناس اللي خصصوا جزء كبير من وقتهم وجهدهم لدراسة هذا الموضوع. بعد الفاصل هنكمل حلقتنا.